السلام عليكم. بشرت السلطات المحلية في ولاية وهران بواحدة من أكبر عمليات الترحيل للسكان في منطقة رأس العين والدرب والمناطق هذه اللي تعرف توسع في السكنات العشوائية، أحياء عشوائية كبيرة جدا. بشرت إذن السلطات في ترحيل السكان، والعملية الأولى بدأت هذا الأسبوع بترحيل ما لا يقل عن 1000 عائلة من حي رأس العين لأحياء سكنية جديدة. والشيء الجميل واللي لازم نوه به هو أنه مباشرة بعد بدء العملية تاع الترحيل نتاع هاد السكان اللي راهم فارحين كتير، يعني بالنظر الى المعاناة اللي كانوا يعانوها في بعض العائلات لعشرات السنين. إذن مباشرة بعد البدء من عملية الترحيل بدأت بالموازاة عملية تهديم السكنات والأحياء العشوائية هذه. بدون إطالة نخليكم تابعوا هذا الفيديو الكامل والشامل عن هذه العملية اللي تعد واحدة من أكبر العمليات الترحيل ويعني القضاء على البناء العشوائي في الجزائر، واللي نستمع إلى ما قاله والي ولاية وهران في الموضوع. وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. اتخذنا القرار بعملية ترحيل كبرى، هذه ما هي إلا عملية أولى فيها تقريبا 1400 عائلة. مكنتنا أول نقوم بكل شيء من استرجاع عقاربي حوالي 30 هكتار، كذلك تحرير يعني هذه المنطقة هذه اللي تعتبر منطقة سياحية بامتياز، فهي واقعة في قسم جبل مرجج، ويعني هذه المنطقة كذلك اللي يعني السواح يأتون من كل مكان، وحتى ساكنة ولاية وهران يعني يتخذون منها منطقة كذلك للتجوال، وهي كذلك جاية في المسار تاع التليفريك يعني اللي تمد نظرة غير جميلة على مدينة وهران. في مرحلة ثانية إن شاء الله نحن نعمل بكل جدية كذلك من أجل مباشرتها في الأيام القليلة القادمة حتى نقضي على كل السكنات الفوضوية المتواجدة على مستوى رأس العين. نقول رأس العين هي كل شتجير وما جوارها، يعني كل هذه المنطقة هذه إن شاء الله سيتم تحريرها مرة واحدة من كل هذه السكنات الهشة. كذلك تم نقلم إلى القطب العمراني يعني تاع وادي تليدات، هذا القطب العمراني اللي يعني تتواجد به كل يعني ضروريات الحياة، فتوفر يعني المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية كذلك، توفر الأمن، توفر الصحة، توفر يعني كل المنشآت اللي يحتاجها المواطن في الحياة اليومية نتاعو. فهذا كذلك يعني نظن باللي باش يزيد ينقص من المعاناة نتاع المواطنين ويخليهم كذلك يفرحوا بهذه السكنات هذا أكثر، نظرا لتوفر كل إمكانيات الأعداد اللي تواجدوا باللي باش لما تتم عملية تاع الترحال بأعداد كبيرة يعني بمئات أو بآلاف السكنات هكذا غالبا ما يكون يعني فيه مشكل نتاع تمدرس الأبناء وكذلك. ولكن هذه المرة هذه الحمد لله احنا كانت عندنا مدارس يعني تم الانتهاء منها وكانت مغلقة متوسطة بنفس الشيء، وهذه مكنتنا يعني من أجل قيام بالعملية نتاع الترحال في أحسن الظروف، تشاهدوا في الفرحة نتاع المواطنين والمواطنات. يعني هذه السيدة أمنا اللي راهي متواجدة معنا هنايا في هذا السن هذا قالت كلمة والله العظيم تبكي لها العيون، قالت يعني اليوم راني نحس وكأني في قبري وكأني في الجنة. أنظر بلي باش يعني ما كانش فرحة أكثر من هذا الشيء هذا. قولوا لهم مبروك عليكم إن شاء الله. قولوا بلي باش يعني السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية.